طارق بغدادي يمر، بغدادي يحاول، خطيرة، الله الله يا زعيم الزعيم، وبغداد بنجاح يظهر ويسجل هدف التقدم. بغداد بنجاح كل الشباك يعرفها وكل الطرق التي تؤدي إلى الشبكة دارسها صح، ووراء كل زعيم رجل عظيم، هذا عظيم الزعيم. نعم الرجل، شوف معاي مر من موريسيو وتقدم، وهذه نظرة كبار، رفع راسه وقطها في الزاوية اليسرى لحارس المرمى. يا صديقي يا حبيبي يا سلام يا زعيم، شوف كيف مر، شوف تأنى وتقدم ورفع راسه وهبا على طول في الجهة اليسرى، يسجل الزعيم. ويقادر الياس سجل 6 ويبحث عن السابع، عبد القادر سعد الدوسري، عبد القادر يا سلام، هدف التعادل يأتي لمصلحة نادي السهلية، يأتي هدف التعادل. وهنا حديث أيضا، لاحظ معاي من لاعبي طبعا لاعبي السد على قرار حكم المباراة، لا زال سامي الطرابلسي سعيد، أكيد الطرابلسي أنت مستانس يا طرابلسي، 50 سنة الرجل الذي مر بالعديد من المراحل، كان مساعدة. شوف 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 معاي، شوف معاي، قط الحارس في زاوية وحط الكرة في زاوية، وعبد القادر الياس يرد على بغداد بنجاح. عبد القادر الياس يسجل